خصلتان في المرء إذا صلحت صلح سائر حاله، لسانه وصلاته، فصلاته فيما بينه وبين الله، ولسانه فيما بينه وبين الخلق. في سنن الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. تأمل عظم الأجر وسهولة العمل وعظم تفريطنا. في حديث عمران بن حصين يقول صلى الله عليه وسلم: إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون، أي الذين يكثرون من حمد الله، فأكثر من حمد الله في السراء وفي الضراء. أنت يوم القيامة عاجز على حمل وزرك فضلا على أوزار من نشرت بينهم منكرا مقطعا فاضحا، ولذلك قال أحدهم: طوبى لمن مات ومات ذنوبه معه. روي في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر على نصره إلا أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. كم من رجل مغمور بين الناس معروف في الملأ الأعلى، وكم من رجل معروف بين الناس مغمور في الملأ الأعلى، جعلنا الله إياكم من الصنف الأول. إذا دعوت الله سبحانه وتعالى فأنت بين ثلاث: إجابة معجلة في الدنيا، أو بلاء يدفع عنك، أو أجر يدخره الله سبحانه وتعالى لك يوم القيامة. يقول سبحانه عن أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. فدلت هذه الآية على أن سليم الصدر في الدنيا في جنة قبل الجنة. في مسند الإمام أحمد يقول صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله، فكما تعامل الخلق يعاملك الله. إذا دخلت الظنون الفاسدة ارتفعت الأخوة في الله. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لا يفسدنك الظن على أخ أصلحك اليقين منه.